أن الحيوان السري يبني بيته تحت الأرض. يعيش ابن عرس تحت الأرض في أوكار يحفرها ضمن حدود منطقته، ويبحث عن طعامه في مجموعات عائلية خاصة خلال فصل الشتاء. ابن عرس متسلق جيد وصياد ماهر، وبسبب صغر حجمه بإمكانه مطاردة الفئران داخل أنفاقها، ولصيد الطيور يقوم أحيانا بالرقص أمامها قبل مهاجمتها. لكل حيوان من حيوانات ابن عرس علامة خاصة به، ولا يتشابه اثنان منها أبدا، ويقوم خلال فصلي الربيع والخريف بتغيير شعره. وفي المناطق الأوروبية الباردة يتغير لونه الأبيض خلال الشتاء، ولله في خلقه شؤون.